صباح الخير، صباح المحبة والعافية على كل مشاهدي قناة دجلة وبرنامج صباح دجلة. الفن التشكيلي هو فن جميل جدا، يشمل الرسم والطبع والنحت إلى آخره، يعني شامل بكافة النواحي. اليوم عندنا ضيف مميز هو أو هي تقوم بالنحت وأيضا التطريز والرسم بشتى أنواعها، فخلينا نرحب بيك. صباح الخير عليك يا سرى. صباح النور، أهلا وسهلا بكم. طبعا أنا سعيدة بأن أكون وياكم اليوم صباح دجلة، إن شاء الله أكون ضيفة خفيفة الظل عليكم وأكون كملهمة للنساء اللي عندهم موهبة ويطورون نفسهم بأبسط الأمور اللي موجودة عندهم بالبيت. طبعا أنا بديت أرسم من البيت، هي مجرد يعني موهبة كانت عندي وبديت شوي شوي أحاول بأن أطورها. جبت غراض رسم، حاولت بأن أرسم لوحات. أنا أكثر مرة ذكرت هالشي، يعني خربت لوحات حتى أجرب. تعرفين اللي يحب يجرب لازم أكثر من مرة يحاول يشوف يطلع. بحثت كلش هواي عن فنانين وأعمالهم، هاي كلش تفيد، هاي نسميها إحنا تغذية بصرية. فهاي كلها كانت عوامل مساعدة بأنه يعني أرسم وأستمتع به. ما نخلي إحنا أجي أرسم والله على مود أسوي مهنة، لا ما يصير. لازم إحنا نرسم لأن حابين نرسم. أنا كان عندي وقت فراغ هواية وعندي طاقة كبيرة، فحسيت إنه محتاجة بأن أرسم، فبلشت أرسم. فد لوحة أثرت فيك كلش وأنتي حابتها؟ طبعاً ماكو رسام يرسم لوحة هو ما حابها، هاي أولاً مستحيل يعرضها أو يشتغل بها إذا هو ما حابها. وكل لوحة يكون الفنان بحالة يعني تخليه إنه يشتغل بها. فأنا أكو لوحة كلش أحبها اللي هي اسمها امرأة معاصرة، اللي هي البنت العراقية قبل كم سنة حاولت أنه تكسر حاجز العادات والتقاليد. فهي راكبة على بايسكل ولابسة العباية، تريد يعني تواكب الوقت الحالي والحداثة وبنفس الوقت تريد تحافظ على العادات والتقاليد. هاي اللوحة كلش أحبها أني، وطبعا أخذها السفير شو اسمه الفرنسي، وما أعرف حاليا هسه بعد وين صفت، بس أنا كلش أحبها هذه اللوحة، لها معزة خاصة بقلبي. طبعا احنا متواجدين بورشة العمل الخاصة بيك بمنزلك، لوحات ولا أروع، يعني حقيقة أني كل ما أبوع على لوحة أحس بيها فد رسالة معينة. احكي لنا أكثر عن هذه اللوحات. طبعا أنا يعني هنا هسه عندي بالمرسم أكو لوحات تراثية وأكو لوحات لا شخصية، أكو لوحات بيها مثلا قصة معينة. فمثلا عندنا بهذه اللوحة رسمة أني مثلا الراديو العراقي القديم، كنا احنا هذا قضينا به أيام وليالي، نفرح من نسمع عنه أغنية قديمة. البلبل العراقي يعتبر رمز من رموز التراثية عندنا، اللبلاب العراقي، حتى أنا بالمرسم عندي خالة لبلاب. فهاي التفاصيل أحب أخليها دائما باللوحات، أعيد التراث بيها. اليوم نشوف هاي العباية، احكي لنا أكثر عن تفاصيلها. هذه العباية هي هذه لوحاتي، طبعاً اللي هواي يسألوني وما يعرفون تفاصيلها، هي هاي اللوحة من لوحاتي مثل هذول اللوحات. نطبعها على أقمشة وبعدين تتفصل وأسويها عبايات أو تيشرتات حسب شنو حابة أنه أنزلها للسوق. فهذه مثلاً اللوحة، طبعاً اللوحة حالياً بهولندا، يعني حتى اللوحة ما متوفرة بعد، سويتها مثلاً قطعة عباية الصير، نطبعها على قماش ونخيطها وتطلع بهذا الشكل الغريب. إذن مشاهدينا الأعزاء، شفنا وإياكم سرى الخفاجي، شابة عراقية فنانة تشكيلية موهوبة جدا، اختارت أن تضع لمساتها الفنية والتراثية على لوحاتها لتكون رسالة للمجتمع. إذن المرأة العراقية هي رسالة لكل المجتمعات وهي قوية دائما. كانت معكم آية الشمري لقناة دجلة الفضائية، وهذه عودة للزملاء بالاستوديو.